بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى عرفنا أنه مقيد بالكتاب والسنة، وأن أهل الله لا يخرجون عن هذا أبدا، ولا يمكن حتى أن يأخذوا من الوجود ما يخالف الكتاب والسنة، بل لا بد أن يكون في درجة المباح مما أباحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى فإنهم قد تكلموا عن مفهوم البدعة، وهو ما عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا شرقا وغربا من جميع المذاهب الإسلامية أهل القبلة، وهو أن هذا الإسلام صالح لكل زمان ومكان. ولذلك فهناك فرق بين مفهوم البدعة الذي يكر على أصل من أصول الشريعة بالبطلان، وبين مفهوم السنة الحسنة الذي يؤجر عليها صاحبها وله أجرها وأجر من اتبعها إلى يوم الدين. فهناك فارق كبير في مفهوم البدعة ومفهوم السنة الحسنة. البدعة هي سنة سيئة، طريقة سيئة، يأتي أحدهم ويريد أن يخترع في الدين فيكر على الدين بالبطلان، ويقول إذا كان اللبن هو أغلى من الماء فعلينا أن نتوضأ باللبن تعظيما لشأن الله تعالى. هكذا هو مبتدع يكر على مفهوم الوضوء بالبطلان الذي هو أباحه الله لنا وأمرنا به شرطا من شروط صحة الصلاة بالماء الذي أكثر من وجوده في البئر وفي العين وفي النهر وفي البحر ومن السماء ومن الأرض، في صورة المطر والبرد وفي صورة المياه الجوفية وهكذا. ولذلك الأمر بهذا وإن كان قد غلف بكلام حسن إلا أنه يكر على الشريعة بالبطلان فيكون بدعة. البدعة منها مخالفة الإجماع، فقد أجمعت الأمة على أن الخمر حرام، فيأتي أحدهم ويحاول أن يشكك في ذلك التحريم فيكون قد خالف جماعة المؤمنين وسبيل المؤمنين. لا نلتفت إليه ولا نطيعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. ولذلك فالخمر حرام، وهو من هوية الإسلام، تحريم الخمر، تحريم الخنزير، وجوب الصلاة، وجوب الحجاب على المرأة المسلمة، كل هذا هو من شريعة الإسلام. أو أحدهم يقول مثلا إن ويستهين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها لا فرض ولا سنة. هذا الكلام نتجاوزه، لا نقف عنده، لأن ثبت في الحديث وهناك أمر من عند الله سبحانه وتعالى، والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة تدل على غير ذلك، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر بها الله ووضع لها ثوابا، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني الملأ الأعلى يصلي على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وكرم وأكرم سيدنا النبي، وجازي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بدعة. ولكن السنة الحسنة لم يفعلها النبي، لكن الناس فعلوها طبقا لعموم الشريعة.
وهذا الكلام قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أن كان هناك فقير دخل المسجد عليه أثمال وهلاهيل كما يقول المصريون، يعني ثياب مهلهلة، فتأثر النبي بمنظر الرجل وأنه يعني وصل به الفاقة والحاجة إلى هذه الدرجة التي يعني لا يستطيع أن يلبس ثوبا سليما نظيفا، وفي الرواية أنه وتمعر وجهه غضبا، يعني من هذه الحالة كيف يترك هذا فيما بيننا عندنا ما يسمى بالرقابة المجتمعية؟ والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جعان وهو يعلم. عندنا هنا رقابة مجتمعية متصلة بالعقيدة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يزال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه، ليس منا من غشنا فليس منا، وهكذا رقابة مجتمعية، بعضنا يأمر بعضا بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح بالنصيحة السليمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام واعظا أن يعطي الناس هذا الفقير شيئا يتقوت به ويستر به جسده، فأتى رجل بصرتين ثقيلتين يعجز عن حملهما، يعني مش قادر يشيلهم، ووضعهم بين يدي الرجل، ففرح النبي وتبسم وقال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. قام الصحابة وتكاثروا، وكل شخص أعطاه فضل ما عنده اقتداء بهذا الذي أعطى كثيرا. سيدنا عثمان جهز جيش العسرة فقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فلم يفعل إلا خيرا حتى استشهد ومات وهو يقرأ المصحف الشريف وهو ابن أكثر من 80 عاما، رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. إذن فالصدقة جعلت هذا يفعلها، فهذه السنة الحسنة. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج يلبي بتلبية معروفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان الناس يلبون بتلبيات أخرى فيها تعظيم لله وذكر لله، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والشر ليس إليك، لبيك اللهم لبيك، فيتركهم بالرغم أنه لم يفعلها. وكان أحدهم يقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، فيتركه ما لم يقل شركا فيعلمه وينهاه عن الشرك. لكن لما كان من الدين كان أمرا مستحسنا حتى لو لم يفعله النبي. فبعضهم يقول ولكن في هذه الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا، إذن فمن هنا جاءت المشروعية. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم إنه في الصلاة وجد الملائكة تتكاثر أمامه، هو يراهم لا أحد يراه، ثم إنهم يأخذون شيئا قاله أحد المصلين لا يعرفه النبي ولا يعرف ماذا قال، ولم يستأذن هذا الرجل رسول الله فيما يقول، وجد 30 ملكا يبتدر هذا الذي قاله أيهم يصعد بها إلى السماء. فالملائكة الكرام أكيد أنهم يعرفون معنى البدعة
وهذه ليست ببدعة، وهم لا يعرفون رسول الله سيقرها أو لا يقرها، لكنهم لما رأوها جميلة فيها توحيد هي مندرجة تحت الشريعة عدوها من السنة الحسنة فأخذوها ورفعوها، وإليه يصعد الكلم الطيب. بعدما صعد بها التفت رسول الله بعد الصلاة وقال: من الذي قال حين الرفع من الركوع ما قال؟ فخاف الرجل فسكت، فقال: من؟ فلم يقل إلا خيرا، فقال: أنا يا رسول الله. قال: ماذا قلت؟ كل هذا يبين لك معنى البدع. قال: قلت: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه من السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرها أيهم يصعد بها إلى السماء. فاللهم صل وسلم على سيدنا النبي. فهناك فرق كبير بين البدعة وبين السنة الحسنة. إلى لقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.